إذا صباح العيد كما كتشوفوا اخوتي اليوم كلشي توجه يعني للمسجد، الساكنه ديال منطقه بني مسكين. يوم صباح العيد كلشي كيمشي للجامع كما كتشوفوا، تبارك الله جامع زين. تعاون وتحيه للمحسنين اللي ساهموا في البناء ديال هذا المسجد، والله يجعلها في ميزان الحسنات ديالهم. ونخليكم يعني مع الخطبه ديال العيد، وتحياتي لكم اخوتي وعيد مبارك سعيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال رمضان الاول ديالو هو الرحمه وسط ومغفره، وهذا الاخر ديالو اليوم هذا خير وعيدكم من النيران. قال عليه الصلاه والسلام ان الله يعتق في كل ساعه من رمضان من الليل والنهار 600,000 عاتق. من السجود العذاب الى ليله القدر، وفي ليله القدر يعتق بعتق من عتق من اول في الشهر وفي يوم الفطر في هذا اليوم هذا. كبير عند الله سبحانه، الإنسان يستغفر ويعمل الخيرات ويسيل الأرحام. وفي هذا اليوم يعتق بعدد من عتق في الشهر وليلة القدر. اللي هذا النهار هذا كيعتق داك الشيء اللي عتق في رمضان كيعتق أكثر منه في الحرام. عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صوم العبد معلق بين السماء والأرض حتى يؤدي صدقة الفطر. قال لك الصوم ديال العبد كيبقى معلق حتى يؤدي هذا العبد هذه صدقة الفطر، وإذا أداها صدقة الفجر على الله له جناحين أخدانين يطير بهم من السماء السابعة، ثم يأمر الله تعالى أن يجعله في قناديل من قناديل العصر حتى يأتي صاحبه. قال أنس بن مالك للمؤمن خمسة أعياد، الأولى كل يوم يمر على المؤمن ولا يكتب عليه الدنيا فهو يؤمن. قال لك المؤمن عنده خمسة أيام، النهار اللي كيدوز وما كيكتبش عليه الدنيا فهو يوم عيد، الثاني اليوم الذي يخرج فيه من الدنيا بالشهادة بالإيمان والشهادة وعصمة من كيد الشيطان فهو يوم عيد، النهار كيموت الإنسان ويشهد ويخرج بالإيمان والشهادة وعصمة من كيد فهو يوم عيد. ثالث اليوم الذي غادي نكون واقفين امام الله عز وجل، قال الله سبحانه وتسير الجبال شيبا، او ثالث اليوم الذي يجاوز فيه الصراط ويمر من اهوال القيامه ويخلص من ايدي الخصوم والزبانيه فهو يؤيد، الرابع اليوم الذي يدخل فيه الجنه ويامن من الجحيم فهو يوم عيد، خامس اليوم الذي ينظر إلى ربه فوق يوم عيد. وعن منبي أنه قال عليه الصلاة والسلام إن إبليس عليه اللعنة كيصيح في كل يوم عيد. دابا كنا صايمين وكنا محتارمين شوية، ولكن اليوم إبليس كي جاء تاو إن إبليس عليه اللعنة يصيح كل يوم، فيجتمع أهله يجيو الجنود ديالو يقول لي مالك، يقول لا شيء ولكن الله تعالى قد غفر لهذه الأمة، عليكم أن تشغلوهم باللذات والشهوات وشرب الخمر حتى يبغضهم الله، فعلى العاقل أن يمنع نفسه في يوم العيد عن الشهوات والمناهي ويداوم على الطاعات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتهدوا يوم الفطر بالصدقة وأعمال الخير والبر من الصدقة والزكاة والتسبيح والتهليل، فإنه اليوم الذي يغفر الله تعالى ذنوبكم ويستجيب دعاكم وينظر إليكم بالرحمة. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا الله أجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا، وأن تذكرنا منه ما نسينا، وتعلمنا منه ما جهلنا، وأن توفقنا للنهج الذي يرضيك عنا. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد قلوب ودوائي وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين. أما بعد، فهل تكون الحياة إذا جف معينها من الرحمة؟ وهل تستقيم سبلها إذا أصيب أهلها بقسوة العاصفة؟ وقفوا
بهذا غالي غير ضح، انها حينئذ يكون بطن الارض اول باهلها اول باهلها من ظهرها. وها هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الرحمه، يحدثنا عن رحمه الله بخلقه عن ابي هريره رضي الله عنه. سعيد صلى الله عز وجل مرحوم من يسير الله يرحمه، الله يجعلني من رحمه الله يرحمنا فوقهم، الله يجعلني من ذكر الصحابة، الله يجعلني من النبي الصديقين والشهداء الصالحين، سعيد الله يجعلنا من رحمه الله أحسن الوالدين والوالدات وإتاحة الهدية والسلام في الكريم ودعوانا جيد لا حول ولا قوة إلا بالله، الله عز وجل الله يستر لي، لا أمشي غير لا ولي من خوف الله، لا أحفظ لها الذنوب، لا أحفظ لها الذنوب، لا أحفظ لها الذنوب، لا أحفظ لها الذنوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان الله العظيم. و نكملوا الصيام تقبل الله.